عجوة طرية، يا ريت تبقى طرية. عندي شوية سمسم، عندي شوية فول سوداني، معلقة كبيرة سمنة، ده في حالة ان التمر يكون ناشف معاكي. هنستخدم بقى شوكولاتة خام، هتتدوب عادي على حمام مائي، وشوكولاتة بيضة، وفول سوداني مجروش. ليه بقى؟ انا الكلام ده كله هغلف بيه كرات التمر. غلفي كرات التمر بأي حاجة الأطفال هيحبوها. يعني هقول لك مثلا، او العجوه، شايفين العجوه اهي طريه معايا، طريه تمام ماشي، مفيش مشكله اشتغلي بيها على طول. ناشفه معاكي هتعجنيها كده بمعلقه سمنه وبايديكي، واشكلها كده كرات بالشكل ده. ماشي، عايزين ايه؟ ساده هتبقى كده، عايزين ان هي تكون محشيه. بصوا بقى تبقى حلوه قوي يا جماعه والله. شويه فول سوداني كده مجروش اهو، ونقفل كده عليها بحيث تبقى كره التمر صغيره شويه. نزود كره التمر تكون طعمها حلو من جوه كده، يبقى فول سوداني فهيبقى الطعم معاكي حلو قوي. طيب انت ممكن كمان تغلفي كرات التمر باي حاجه الطفل بيحبها، يعني مش لازم ان انت السمسم والفول السوداني. هقول لك على حاجه، هو بيحب نوع بسكوت معين، غلفي التمر بالبسكوت ده، يعني اضربيه كويس في الكبه بحيث ان هو يكون بسكوت كده مجروش، هيبقى طعمه حلو قوي. عندك بندق افرميه وغلفي بيها، عندك لوز افرميه وغلفي التمر بيها. طيب لا، طب ممكن ثواني بعد اذنكم، ثانيه. طيب انا دلوقتي شكلت شويه، هعمل ايه بقى؟ بصوا، هنزل بالتمر كده في الشوكولاته. انا لا فعش في الشوكولاته كده اهو، اديلها بس خبطتين، وانا لو عندي راك او شبكه كنت هحط الكره دي فيها وهحطها كده بالشكل ده اهو. نعمل مع بعض واحده تاني اهو بالشكل ده كده. طيب ممكن بقى ان انت تعملي حاجه بعد الشوكولاته كده، تروحي ايه بقى؟ بصي حطها في السمسم، هيبقى الموضوع بقى يعني جامد جدا معاكي. ونحطها كده بالشكل ده، نعمل مع بعض واحده تاني. شويه شوكولاته بيضه، ممكن نروح حاطينها في ايه؟ بصوا فول سوداني مفروم بالشكل ده، وهكذا. انا بقى هقعد اعمل الحركه دي، باين ان هي تمر؟ لا مش باين اكيد، عشان طبعا هي متغطيه بالشوكولاته، يعني مش اختراع يعني. بس الفكره بقى لو الطفل كده فتح اللانش بوكس بتاعه ولقاها في وشه، والله العظيم هيحبها من غير ما ايه هياكلها. فعشان كده بقول لكم يعني خلاص، هو الطفل كده ما بيحبش حاجه خلاص، ايه نوظفها كده بشكل تاني. ماشي، بس الشوكولاته كده مسكت نفسها كده على طول علشان برضو الجو. والله انا شايفه شكلها كده، ما اقعدش بقى الف لحسن تبوظ. طب حركة بقى، يا سلام بقى، بصوا لي بقى على الحركة دي. طب نحط في ستاند، نحط الحاجات الحلوة دي عليه. بصوا بقى، ماشي نسيبها كده. بصوا بصوا، لو احنا مثلا خدنا واحدة كده ماشي، واوبا الله، شايفين حلوة ازاي؟ شكلها حلو قوي. دي برضو كده فكرة ظريفة قوي ان احنا نقدم فيها كرات التمر. بس والتمر طبعا يعني ايه مفيد وحلو وجميل وكل حاجة.